بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اخي الحبيب لا تسمح لاحد ان يفسد عليك صيامك الحقيقه معظمنا في هذا الشهر الفضيل شهر الصيام يفسد صيامه او لا يتقبل منه هذا الصيام او يدمر حسناته وهو لا يشعر بسبب أعمال بسيطة جدا، أعمال تافهة لا تنتبه لها. أنا سأنبهك على ثلاثة أشياء معظمنا لا يلتفت لها. غالبا ما يتعرض الإنسان لإساءات في شهر رمضان وخارج رمضان، ولكن هذا الشهر حساس جدا أيها الأحبة لأنه شهر القرآن وشهر الصيام. وشهر تكون فيه قريبا جدا من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يريد منك ان تصوم صياما لا تبتغي به الا وجهه الكريم قبل ان اذكر لكم الاشياء الثلاثه التي قد تفسد عليك صيامك وسببها اشخاص اخرين ولست انت اود ان اذكرك بحديث النبي عليه الصلاه والسلام من صام يوما في سبيل الله يوم واحد ولكن ما معنى في سبيل الله يعني حبا في الله ومن اجل الله وان تصوم كما امرك الله بعد الله وجهه بذلك اليوم عن جهنم سبعين خريفا انظروا كم هذا الحديث رائع جدا ان الله يبعدك عن نار جهنم سبعين خريفا سبعين سنه بسبب صيامك اليوم يقبل منك في سبيل الله. طيب كيف اصوم صياما في سبيل الله؟ كيف اضمن انه لا ياتي شخص ويفسد علي صيامي؟ نحن نتعرض لكثير من المنغصات، كثير من الاذى، كثير من الاساءات بشكل عام خلال اشهر السنه. وانت صائم اليوم يمكن ان ياتي شخص ويستفزك، يؤذيك بكلمه. يؤذيك بتصرف معين يسيء اليك بشيء معين طيب ما هو رد الفعل الذي يحبه الله حتى يكون صيامك في سبيل الله يجب ان تعفو وتصفح وتتسامح اذا اذا عدم التسامح قد يكون وسيله لافساد الصيام وانت لا تشعر أنت عندما لا تتسامح خالفت أمر النبي وأمر الله سبحانه وتعالى. أنت خالفت أمر النبي عندما قال لك النبي لا تغضب وخالفت أمر الله عندما قال لك فليعفوا وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ادفع بالتي هي احسن. يجب ان تدفع السيئه بالعمل الصالح والحسن. انسان اساء اليك يجب ان لا تتركه يفسد عليك صيامك. قل انا ساتسامح معه. انا ساعفو عنه حبا في الله لكي يكون صيامي في سبيل الله. لكي يباعد الله وجهي عن النار سبعين خريفا ان شاء الله. لكي يتقبل مني الله سبحانه وتعالى هذا الصوم. لأن الله تعالى يقول: إلا الصوم فإنه لي. الكلام لله هنا أيها الأحبة، حديث قدسي، إلا الصوم. عمل ابن آدم له. كله له، إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به. إذاً حتى يجزيك الله خيرا يجب ألا تترك أحدا يثير انفعالاتك وغضبك وتفسد صيامك من أجل شيء تافه من أجل كلمة أو سلوك أو تصرف أو, أو أي شيء آخر مهما كان قل أو كثر الشيء الثاني أيها الأحبة نحن تعودنا كثيرا على أن نتحدث في, في, في غير ذكر الله في غلاء المعيشة وغلاء الأسعار ومشاكل اليومية والهموم وغير ذلك هذا الكلام كله لا ينفعك أمام الله قد يفسد عليك صيامك وأنت لا تدري أنت تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكثرت الحديث في أشياء تافهة أنت تخالف أمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكلمة إياكم هنا تحذير فيها خطورة قد قد توردك جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب عن يعني الله القلب القاسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. إذا الكلمة الخبيثة قد تهلك صيامك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وبالتالي احرص خلال هذا الشهر قل أنا سأبدأ أعدل كلامي، أختار الكلمة الطيبة لأنها صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. أختار الكلمة المناسبة التي أخاطب بها الناس من حولي. فإذا كان لديك نميمة أو آه يعني تنابز بالألقاب أو كان لديك إساءة أو تكبر أو تتحدث في أعراض الناس والعياذ بالله أو تتحدث على الناس ما يكرهون أو تسيء للناس في كلامك لا لا اختار الكلمة الطيبة لأن الكلمة الطيبة قد تدخلك الجنة صدق أو لا تصدق الكلمة الطيبة قد تكون سببا في دخولك الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد أو الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ولكن هي من رضا الله الله يرضى عنها يدخل بها الجنة وإن الرجل أو العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله يسخط بها الله يعني كلمة سيئة جدا هي كلمة تتحدث بها تهوي به في جهنم سبعين خريفا والعياذ بالله إذا الكلمة الخبيثة قد تفسد عليك صومك. وسبب هذه الكلمه الخبيثه الاخرون من حولك على فكره. لذلك حاول ان تعتزل الناس ان تقلل من الكلام الا في ذكر الله لكي يبقى قلبك مليئا خاشعا رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. القضيه الثالثه والاخيره ايها الاحبه لا تخطئ لكي لا تكذب. لان الكذب نتيجه عن الخطا. إنسان مثلا أخطأ خطأ معينا عندما يسأل يضطر أن يكذب إنسان سرق عندما يسأل يكذب إنسان أخلف موعده مع شخص آخر وعده بشيء ولم يفي بوعده يضطر أن يكذب إنسان خان الأمانة يكذب إذا الكذب قد يكون سببه الآخرون فيفسد هذا الأمر صيامك وانت لا تدري لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول واياكم او اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا تصور اخي الحبيب انت الان صائم وتكذب طيب كذبك هذا سيدخلك في نار جهنم اذا ما فائده الصيام إذن الصيام لا قيمة له لاحظت يعني نحن لا نمزح عندما نقول هناك بعض التصرفات قد تفسد عليك صيامك وأنت لا تدري الكذب يوردك في نار جهنم حسب نص النبي والله تبارك وتعالى قال ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم إقامة دائمة للمتكبرين فكان الكذب رفيق التكبر او من نتائج الكذب ان تصبح متكبرا لذلك الخص اخي الحبيب هذه الاشياء الثلاثه التي قد تفسد صيامك وانت لست مسؤولا عنها المسؤول هم الاخرون ولكن انت استجبت لنداء الشيطان عدم التسامح والكلمه الخبيثه والكذب ابدأ منذ هذه اللحظة بالتسامح والعفو ابتغاء وجه الله، وابدأ بالكلمة الطيبة لأنها صدقة لك، الكلمة الطيبة صدقة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، وتجنب الكذب، ابدأ منذ هذه اللحظة قل يا رب أنا نويت أن أكون صادقا مع الله أولا ومع الناس، فأعني على هذا الصدق والله سبحانه وتعالى سَ سيصلح اعمالك اذا كانت تجارتك فاسده ستصلح، اذا كان رزقك قليل سيكثر، اذا كنت مريضا ولا تتعافى ستجد الشفاء قريبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اذا امر من الله ان تكون مع الصادقين لكي يصلح لك اعمالك ويغفر لك ذنوبك، نسال الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته